مباراة السودان ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا في الجولة الثانية. لكي تشاهد هذه المباراة ما عليك فقط الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد المباراة القوية اليوم بين المنتخب السوداني ونادر النيجيري في مباراة قوية وممتعة. اليوم سوف يستقبل ملعب رامونتي جاي، أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت السودان والقاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 5 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة، قناة بين ماكس 1 و2 الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دائما اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.